جزاكم الله خيرا، ما حكم الشرع في ذكر الشهادة أو في ذكر لفظ الجلالة داخل دورات المياه أجلكم الله؟ التلفظ بذكر الله داخل دورات المياه مكروه، كما أنه يكره دخولها بشيء فيه ذكر الله، فلا يذكر الله داخل دورات المياه ومحلات قضاء الحاجة، ولا يقرأ القرآن فيها لأنها أمكنة غير مناسبة، وذكر الله أو القرآن يجل ويعظم عن هذه الأماكن. نعم.